الوطن مبارح صار ضرر كثير وراح شهداء وراح أطفال ما حدا بيسأل بعد أولاده ليك الحديقة كله فاضي حتى هدول أطفال كلياتهم خايفين يعني ليك الحديقة فاضي بشكل عام ما حدا بيسترجي بعد أولاده على الحديقة الأوضاع بشكل عام إنه عادات العيد عندكم بالمدينة المعرة كيف كانت وكيف هلا الأوضاع بالنسبة للمعرة ما في عيد بسوريا كله ما في عيد لأنه ما في بيت إلا ما في شهيد بس ممكن اسألهم؟ يعطيك العافية عمو؟ شايفك هون انت بحديقة الألعاب كيف العيد معكم اليوم؟ زين بس خوفانين حاطين ايدينا بقلوبنا طيب جاي لهون تلعبي انت واخوكي؟ ايه مرحبا عمو ان شاء الله مبسوط بالعيد كيف العيد معك؟ الحمد لله يعطيك العافية يعطيك العافية شكرا لكم يعني هاي الآلة شغالة بس ليش واقفة؟ لا في حدا فزعوني كل العالم فزعوني بس بعد يصير كل النهار الحمد لله الله يعطيك العافية وشكرا لكم شكرا هذا شارع الكورنيش الرئيسي بمدينة المعرة مثل ما احنا شايفين نحن هلا باول ايام عيد الفطر ومع الاسف الشوارع فاضي تعودت الناس انها تروح تزور الاقارب توصل الرحمه بس خاصه بهذا العيد بعد هالقصف اللي عم تعيشه المدينه فتره 3 شهور حتى الان والقصف اللي شهدته بليله العيد واستشهد 6 اطفال صارت العالم كلها بخوف ما بتعرف باي لحظه بصير تيجي القذيفه باي لحظه بتيجي الطلقه الوضع هون المعيشي الوضع الإنساني سيء جدا السلام عليكم وعليكم السلام خبرنا عن رمضان وأجواء العيد أخي الكريم العيد مر على البلد هون يعني بكل قصف ودمار مبارح نحن شهدنا ليلة عيد يعني يرسلها 5 شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى ومثل ما أننا شايفين هون هلأ اليوم هنا معرة النعمان وهذه المقبرة الشمالية للمدينة والناس عم تزور موتاها تقرا الفاتحة عليها فيعني نحن بنتمنى تخلص الثورة على خير وننتصر فيها ويقل عدد الشهداء ونخلص من الدم ويعني في كتير شغلات نحن منطالبة من المجتمع الدولي من العالم كله اللي شايفنا عم نتدبح ودمنا عم يجري بالأراضي فأنا بتمنى انه من العالم كله انه بس يجي يشوف نحن شو عم بيصير فينا شلون بيوتنا عم تحترق انا امبارح احدى الاصابات يعني الحمد لله رب العالمين شلون بيوتنا عم تحترق وشوارعنا عم تحترق اولادنا عم بتموت يعني انا بتمنى من العالم ونحن ما عم نستنى حدا نحن عم نستنى رب العالمين الحمد لله على كل شيء الحمد لله على السلامه وشكرا الله يسلمك شكرا ما في عيد سوريا عم تنزف دم وكل لحظة شهيد